اسم الله اصلي مو معلم؟ اصلي بس اما الحكي مو مثل شوف يا معلم، في ذهب ليوم الذهب. قديش في يعني 100 200؟ شو 100 200؟ خابيه تلاني لتم ذهب معلم. انت فكرت شلون ممكن طلعوا من الكركوم؟ والله ما بعرف معلم. ايوه اسمع لنا، انا واصل مشوار وراجع، اذا اجى ابو خالد الصالحاني اعطيه اللي بده اياه وانا بحاسبه. خلص كانك موجود معلم. انا ما بتاخر. الله معك. الله ينور الأرباح معلم. بس بدك تدير بالك يا دادوش، مشان صياح ماله قليل بنوبة. سمعت العقيد شو عم بيقول؟ صياح ماله قليل والغدر طبعه، بدك تدير بالك. كمان دادوش أبو ضاي وبيض الوش. سمعت لك أبدي، أنا دعدوش رجال أبضاي وبعجبك، ومن خلق هدول ضربة واحدة من خنجري بيكون راح فيها. بس عقيد في شغلة، يعني أنا ولا مرة شايفه، كيف بدي أعرفه؟ شغلته حلاب وبيبيع حليب بحارة الأصهر، عنده حمام ودبيات الحليب مبينين أشكرا من الخرج سيك، وبتلاقيه عم ينادي على الحليب كل الوقت. من بكير طلطيله بحارة الأصهر، وقبل ما يفوت على الحارة دعدوش بيشتغل شغلك. أمرك عقيد، اعتبره صار مسلمة. الله يسامحه ويغفر له، ضيعانه كان شب بأول عمره. إيه والله الله يرحمه. فينا نقرأ الفاتحة من هلا عقيد؟ ليش لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شلون بدنا نطلع الدهوات بدون ما يشوفونا جماعة الكراكوح؟ هي بدها صفنة كثير، بدها تفكير، شو بعرفني؟ كمان ما لازم حدا يشوفنا شو عم نعمل. لك أنا جميل، لك ما بيصير حدا يعرف. أخي أنا بروح أشوف أبو الصلح وأبو الخضر وبشوفهم شو بيشوفوا علينا. إيه أبو عامر، هيك أحسن، هيك أحسن، هذا أحسن شيء يا عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بشوفك مختار. أنا معك أبو عامر. شو بدك أبو عزو؟ ما بدي حدا يزعل مني يا مختار. اف 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 اف، ليش مين زعل منك يا أبو عزو؟ ها؟ سهري يا أبو عامر. قلت لي سهرك زعلان منك. إيه نعم. وليش بقى سهرك زعلان منك؟ تقدر تقول لي؟ ما بعرف، بس هو غلط بحق بنتي. أيوه، هو غلط بحق بنتك، وأنت ما غلطت بحقه لما أجى لعندك مرتين مشان يرجع حرمته، وانت قلعته وجال عندك شغل حارة وما رديت عليه، وبدك بحدا يزعل منها؟
الله يلعن الشيطان. ساعة غضب بعدين العصبية ضربت بنافوخي يا مختار. أبو عزو، أبو عامر ما بيتقلع، فهمت؟ غلطت يا مختار. خلاص يا أبو عزو، خلاص صلحتك معه، تركها علي. ولا أنا مشغول بقضية بيت أبو هاشم. ماشي الحال، يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أمور ابن عمي. ليه فوزية؟ امسكي هاي السرة، فيها 20 ذهبة بتخبيهم، ولو شو ما صار ما بتصرفي منهم. ها حاضر ابن عمي، بس انت لوين رايح؟ عندي مشوار ضروري وما حارجع على نص الليل. ايه الله ينور لك طريقك يا حا، معناته انا ما رح نام لحتى ترجع. نامي بس برا، اليوم دور مطيعة. دور مطيعة؟ شو بكي؟ مو هي مرتي مثل حكايتي؟ ايه مثل ما بدك ابن عمي. فوزية ما بدي مشاكل بغيابي. حاضر ابن عمي. ايوه دعي لي. ميسرة ان شاء الله. جميل. نعم يا ابي. تعال عندي لشوف. تعال. أمور إلي لشوف. لما كان صهرك مطيع زاير عنا، ليش كنت مبوزم وقالب خلقتك فيه؟ في شي بينك وبينه؟ لا يا ابي ما في شي. شو بده يكون فيه يعني؟ بس هيك سبحان الله، لا حبيته ولا حبيت أبوه. ولك أمرينك ما تحبه، ولك هذا صهرك، هذا حامي عرضك، كل شهر زمان وقتك بتكون عنده. لك بتقبل على حالك انك يوم من الايام اذا حبيت تزوره يقوم يقلب خلقته فيك؟ شو يقلب خلقته فيني يا بي؟ علي الحلال ما عاد دوس بيته بحياتي. ما بتدوسه؟ لك ابني هو جاي لعنا هالساعه الزمان يشوف اختك ويطمن عليها، بنقوم بنقلب خلقتنا فيه؟ لك ابني شو بدهم يقولوا اهله عنا؟ خلص يا بيرو، خلص ما عاد اقلب وشي فيه، خلص. ايش كان رح يعيد هالزياره مره ثانيه؟ لك قد ما بعلمك ما بتفهم، قد ما بعلمك ما بتفهم. ليك واخوك صبري ما بيزعل حدا منه، انت لمين طالع؟ لك قلي بس انت لمين طالع؟ وكل الله يا ابي، وكل الله. روح شوف ابو جمال اللحام، ايش كان اللحمات جاهزين، خذهم على الفر. روح. امرك يا ابي امرك. لا تطول. يا ابو الولد لمين طالع هذا طحي ووشه ناشف؟ ميت أهلين وسهلين بأم صافي. بهالقامة وهالعين تقبريني. تقبر عداد. تفضلي خالي. يسلموا يا حبيبتي. الله يسلمك. تفضلي يا أمو. يسلم دياتك يا مؤدبة ويا موجبة. الله يخلينا ياك يا أمو. بدك شي تاني؟ لا يسلموا إيديك، إذا في شغل بالمطبخ ساوي يا أمو. إيه من عيوني. يسلموا لي عيوني. ومين هاد العريس اللي بدك تخطبي له بنتي؟ قرايبه للحلاب صياح أم عزو. مين يا بعدي؟ شبنا أم عزو، كأنه ما عجبك العريس. لا والله ما عجبني العريس. وليش بقى ما عجبك؟ مين هاد اللي بدي جوزه بنتي ونحنا ما منعرف مين هو ولا أصله ولا فصله ولا مين عيلته ولا منعرف شكله أم صافي؟ إيه بس بياع الحليب صياح كتير مدح لي فيه. بالله إيه مرحبا بياع الحليب. ما فهمت عليك أم عزو. عم قلك مرحبا بياع الحليب. شبك ام عزو؟ والله بياع الحليب صياح كل العالم بتحبه وبتحترمه. ليكي ام صافي، انا ما رح اقول لجوزي انك اجيتي لتخطبي بنتي، لانه انا ما انشرح قلبي لهيك جوازي. ايوه بقى شوفي له بنت حلال برات بيتنا والله يسهل له جوازته، بس مو من عنا. شبك ام عزو؟ ليش شايفه حالك علي كل هالقد؟ بالاخر انا ام صافي وجاي لعندك وطالبه ايد بنتك. يو لا يو استغفر الله، مالي شايفة حالي عليك يا أم صافي، بس يعني ما حبيتها لهالجوازي. ما حبيتها منو؟ بعدين أم صافي قولي لي بصراحة، شو إلك بهالجوازي؟ ليش بدك تخطبي له لهالزلمة وهو لا بيقربك ولا بينسبك؟ يي لو كان ابنك مو هيك، قصدي يعني خلي غيرك يجوزه، بلا لك هالوجع الراس. ما في وجع راس ولا شيء. أنا لو ماني متأكدة من صياح وأخلاقه وتربايته ما كنت عذبت حالي بهالجوازي. يعني بلا مؤاخذة يا أم صافي، واحد غريب عن الحارة، لا منعرفه ولا بيعرفنا،
من وين لوين لحتى نجوزه من عنا؟ ما أنا زبطة على الجوازة، ما أنا زبطة منو؟ مثل ما بدك أم عزو، بس أنا أول بيت فكرت فوت عليه هو بيتك. تسلمي لي كلك ذوق يا أم صافي، والله يعطيك على هوانيتك. آمين. تسلمي. شبك يا أم صافي؟ شبي قوتك هلا بتبرد. يا غازي أفندي، عدلي بالحبس، يعني أنت بالمشرمح يا عم لك ما بتقدر تتهمه بسرقة البيت. هلا ما بنقدر نقول أي شيء عن اللي سرق لحد ما يرجع أبو هاشم من الحج. ونسأله شو الأغراض اللي كانوا بالبيت؟ هذا الغرض إله، هذا الغرض مو إله، هيك يعني؟ إيه مزبوط، ماشي ماشي. كمان شغلة تانية، لازم نسكر الباب ونبسمره منيح، لأنه هيك بيت ممكن يصير وكر لشي حدا يتخبى فيها. وكر؟ دخلك مين بده يفوت على البيت يسوي وكر يا غازي أفندي؟ مثل أبو الصلح مثلاً. أبو الصلح لا رح يجي على الحارة ولا رح يتخبى. مين اللي قال لك هالكلام يا مختار؟ أنا عم أقول لك غازي أفندي. إيه غلطان يا مختار، غلطان. هيك ناس لما بدهم يفوتوا على الحارة ما بيروحوا على بيوتهم، بيشوفوا لهم شي بيت مهجور بفوتوا عليه لحتى ياخذوا راحتهم فيه. اسمعني أقول لك بعدين، أنا عندي إحساس لا في حرامي ولا سرقة ولا من يحزنون. أيوه لك غازي أفندي، حضرتك بشو بتشك؟ أنا بشك بأنه أبو الصلح كان متخبي بالبيت وأنا ما بعرف. أنت ما بتعرف؟ أيوه وأنا كمان ما بعرف. إن شاء الله تكون ما بتعرف، لأنه إذا لعطنا لأبو الصلح واعترف إنه كان بالحارة ما راح ينوبك الخير يا مختار. غازي أفندي، هذا الحكي إلي؟ إيه إلك. إيه؟ شو عليه؟ ماشي منشوف. اسمع مختار، عندك مهمة هلأ، بتجيب النجار وبتخليه يرجع الباب مثل ما كان وبدربسه منيح، وبتغير القفل تبعه، وبتخلي معك مفتاح ومعي مفتاح، ومنشقشق على البيت على غفلة. مشان شو؟ مشان نلقط أبو الصلح. إيه مثل ما بدك، اللي بدك إياه كله بيصير، أنا ببر لعندك وبعطيك المفتاح. ماشي يلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شو هذا غازي أفندي عم يتهمك إنك بتعرف وينه أبو الصلح؟ شو ما بيقول لا ترد عليه، لا ترد عليه أبو جميل. داري صاير متغير على الأول، صار عم يسمع من الفرنساوي. دخلك؟ ليش غازي أفندي من إمتى كان واحد مننا طول عمره بيستغل الوضع وفي إلا مصلحة بيدك حاله؟ لك مزبوط مختار مزبوط، بس شو يعني؟ يعني أنا ما بفهم، أنت شلون قبلت وخطبت بنتك لابن المطيع؟ شلون؟ هلا شو دخل سرقة البيت بجواز بنتي من مطيع؟ شو دخلوا؟ خلص خلص أخي، أنسى اللي قلت لك إياه كله، خلينا نروح نجيب النجار ونصلح الباب هاد قبل ما يصير ليل. قوم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا سليم؟ أهلين أبو محمود، شرف شرف. يا الله. أخي بكره ما عندي حبس، شوفوا من وين بدكم تجيبوا طحين لحتى تطعموا هالناس. شي ليش هيك عم تحكي معي أبو محمود؟ أنت سمعت المختار بإذنك إنه رح أجيب طحين للفرن تبعك. إي وأنا ما أجاني طحين، شو ساوي بحالي؟ أبصر شو صار مع المختار، أبصر. بيكون التهى بقصة سرقة بيت أبو هاشم ونسي يجيب طحين. لخ صعيب يسرق البيت، عم بيقولوا بالحارة إنه عدي هو اللي سرقه. معقول يكون عدلي طلع من الحبس مع هدول الحرامية اللي طلعوا الفرنساوي؟ لك الله لا يوفق الفرنساوي على العملية، الله لا يوفقه. شلون بيطلع المحابيس هدول من السجن؟ ما قال له لازم يكملوا محكوميته؟ لك يا سيدي هن شو فارق معهم؟ هن بدهم الناس تحل عنهم يلتهوا بعضهم البعض على قتال وخناق. هلا الزلمة اللي شاف الحرامي اللي سرقه طالع من الحبس، شو بده يعمل له؟ شو بده يعمل له؟ بده يمعوسه بإيديه وإجريه ويقلع الأطفاله كمان. هذا غير اللي قاتل قتيل واللي ضارب واللي مزور. الله لا يوفق الفرنساوي على العم يشوف الحرام. لك بده يعلق الناس ببعضها يا رجل. اصلا هن بدهم الناس تعلق مع بعضها وتشعل حرب بيناتهم. الله يخلصنا منهم، يا لا اله الا الله. عم سليم ما رح نخلص منهم هيك، لازم نحط ايدينا بايدين بعض ونحب بعض ونساعد بعض. ساعتها باذن الله هن رح يهربوا من عنا. ايه الله يحملنا بعضها. امين امين. الدنيا اسمها ونصيبه ابن عمي. هلا انت درتي درتي، ما لقيتي غير بيت ابو عزه تروح تخطبي من عندهم؟ يو ليش شو بهم بيت ابو عزه؟ ما بهم شيء، ليكن قلعوكي. لا ما قلعوني، ولا بيسترجوا اصلا يقلعوني. رفضن جوازة بنتهم معناتها تقليعة. بيني وبينك معهم حق، ابن عمي ما بيعرفوا شيء عن العريس، حتى اهل الحاره ما حدا بيعرف عنه شيء. اي لا كان لازم قبل ما يرفضوا
يسألوا عنه، يعرفوا عنه كل شيء، مو أول ما هبلتت أمك قالوا لك ما في نصيب. على كل حال بكرة الصبح أنا رايحة عند الداهية أم سعيد، وهي بتدلني وين في بنات مستورة خارج جواز بتقلي. إيه ليش لا؟ كل الناس خير وبركة. لك تقبرني، من اليوم ورايح كل يوم بدك تنام عندي. كثير أنا بحبك عمتي. وأنا بموت فيك يا روح عمتك. الله يخلي لنا إياك يا ست الكل أنت. شهيرة خانم؟ يا روح شهيرة. أنا بدي أتحكم عند الداي أم سعيد، يعني بركض أنا هيك بغدر أحبال وجيب أولاد، وبدي إياك توافقي. ومين قال لك إني ما رح وافق إنك تتحكمي؟ عن حق وحقيقة موافقة إني أتحكم عند أم سعيد؟ إيه، إيه بس مو على إيد أم سعيد. لك أنا على إيد مين بدك توقفيني؟ هالمرة بدي أبعدك عن المستشفى أنت وكاملة، لأنه أم سعيد ما عاد طلع بإيدها شيء. يو ليش شبه أم سعيد؟ إيه والله والله بتفهم أكثر من كل شيء في حكمة بالشام. إيه لا، دايم سعيد وأبو جميل ما بيفهموا أكثر من الحكمة، لأنه جربناهن كثير وما طلع معهم شيء. طيب يا شهيرة خانة، بلكي مطيعة ما بتجيب أولاد مثلي. بعيد الشر عنها فوزية. إيه ما بتجيب أولاد، شنو ما خلت أولادها وما أخذته وما كانت تحبال. طيب إذا إنها مطيعة ما بتجيب أولاد، طيب وكاملة؟ أنتي بتعرفي إنه كانت متجوزة وجابت ولد. إيه شو يعني؟ والله ما راد إنه تحبل من ابن عمي، شو يعني؟ ومع هيك رح خلي مطيعة وكاملة يروحوا على المستشفى ويتحكم. بدي شوف البيت مليان أولاد من أخي. إلهي يجبر بخاطرك يا شهيرة خانم بجاه نبينا الحبيب محمد. إيه شو عليه؟ خليهم يروحوا على المشفى ويتحكموا، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب ما بيطلع فيهم شيء ويجيبوا أولاد لتاج راسي. بإذن الله رح يتحكموا ورح يحبلوا ويجيبوا أولاد ويعبوا البيت إن شاء الله. وليش لخليه محبوس إذا أبو عامر عوض لي كل شيء؟ لك سيدي يضل طول عمره بالكراكون، شنو البهدلة اللي بهدلك ياها لهلا أنت مو قابض حقك. شو قصدك كامل؟ المفروض تاخذ حقك من غريب بدل البهدلة اللي بهدلك ياها، بس تشوفه تقتل قتلي عشكو لبك. بدك ياني اعمل له قتله؟ لا غني له ورقص له. استغفر الله العظيم. اشرب شاي ورب. بتعرف شو كداس؟ شو؟ خلينا بالايام الجاية نخفف طلعتنا من الحارة اللي عن جماعتنا. ليش بقى؟ شنو مو حابب حد يجي شو عملنا نحن ببيت ابو هاشم، وخصوصا يهزوا بدل الدوريات كتر هني كتير. ما حيطلع معه شيء. بس والله يا كداس خايف يعرفوه. انت تركت شيء اثر لك بالبيت؟ اعوذ بالله، ما طلعت البيت لحتى تأكدت انه ما وقعت شيء مني يكشفني. حلال عليك، بس انا ما حرد عليك. لنروح عند الجماعة اللي عملنا برتين عوض الخسارة اللي خسرناها لك حامد شباب. خليها لبكرة كداس، خليها لبكرة. مرزوق اغير لك كاس الشاي لعمك كداس، تعال. يلا جايك، بس لحط هالكاستين الشاي. يسلموني يا حليوة. شكرا. بس حبيبي يسألك كداس، ما عرفت معلمك ابو عامر لوين راح؟ لا عرفت ولا بدي اعرف، يصطفل وين ما بده يروح. باب العزاء يهزوا بدنه. بعدين انا ما سالته، ان شاء الله كل يوم بيطلع برات الحاره وبيتاخر قد ما بده. ليش شو بتستفيد؟ سكر سكر سكر. شرد. ليش شو هالايدين؟ اياتها. بدك شي غيره؟ لا روح. تعا روح. يهزوا بدنه وما تقل دمه هالمرزوق. عمي ما في غير طريقة واحدة لحتى نقدر نطالع الذهب من الكراكون. كيف؟ نهجم على الكراكون. لا شو تهجم على الكراكون؟ تهجم على الكراكون معناتها بده يصير قواص، معناها بده يصير قتلة وبده يصير جرحى. ايه بده يصير لكان شو؟ لا لا الله يرضى عليك، الله يجبر بخاطرك، وما تنسى العساكر اللي جوا من أهل بلدنا، وفي منهم من أهل الحارة، غازي ورفيق. تكن شو رأيك عمي أبو عامر نفوت على الكراكون ونقول لهم عن إذنكم في تمير الذهب هون خلونا نطالعها؟ شو الحكي؟ لا لا ما يراكسي. شو رأيك أبو خضر؟ كلام أبو عامر مزبوط يا أبو الصلح، شنو إذا هجمنا على الكراكون راح تكلفنا أرواح كتيرة وراح تقوي الفرنساوي علينا بزيادة. طيب شو الحل برأيكم؟ والله ما بعرف يا أبو الصلح، الشغلة ما أنا سهلة بنوبها، بدها تفكير. بس كمان ما لازم نتأخر أكتر من هيك،
شنو شكري أفندي يمكن يبعت واحد من رجاله يدور على الذهب بالكراكون وياخده. كمان مزبوط، لازم نهرب الذهب بأسرع ما يمكن. الله يتم اللي فيه الخير على كل حال. عمي انتو فكروا وانا فكر، وبس نلتقى منشوف رب العالمين شلون بده ييسرها. هذا هو الكلام السليم، قول يا رب. ونعم بالله. انا شايف انه المشاكل كل ما عم تكبر بين حارتنا وحارت ابو صخر يا مختار. ابو محمود كلامك مزبوط، بس خلينا نترك المسألة تمشي مثل ما قدر رب العالمين. ونعم بالله، بس كمان رب العالمين بيحب الخير للعالم. يعني انا مو رايد اختي تضل معلقة بصخر، انا بدي اياه يطلقها، كل واحد يشوف حال سبيله. يا ابو محمود فهم علي، الطلاق صعب. يا مختار انت ما عم تفهم شو قصده لصخر، انه ما بده يطلق اختي. شو قصده؟ قصده يزلني بين الناس. نعم بده يجلك، بده يخلي اختي معلقة وما بده يتركها مشان يكسر لي ايدي. لا حول ولا قوة الا بالله. وانا طلقت اخته مشان تبعد المشاكل عن حارتنا. انت غلطان لما طلقتها يا ابو محمود. انا غلطان يا مختار؟ مو انتوا هيك بدكم؟ نحنا شو دخلنا؟ ايه انتوا هيك بدكم؟ لما بتقولوا لي انه ما بدكم ابو صخر يفوت على الحاره مره ثانيه وبتضلوا بتوزوا براسي انه هو عدوكم، رحت طلقت له بنته وحطيتها عند اهلها، صار ولا ما صار؟ نحنا قلنا لك انه ابو صخر عدونا، ما قلنا لك طلق بنته. شو مختار؟ بلاي رجعت بكلامك. لا ما رجعت بكلامي، وانا عم اقول لك نحنا ما دخلنا بطلاق حرمتك بنوب بنوب. ايوه يعني بفهم منك انه ما بدك تبعت حدا على حارة ابو صخر مشان صخر يطلق اختي، ما هيك؟ لا ماشي مختار، انا رح اروح لعندهم بس ما حدا يلومني. بنوب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا سلام على الشايات يا ابو جواد. صحة وغنى، شايفك سهران عنا اليوم، مالك بالعادة؟ اي والله يهزوا بدنا القعدة بالبيت، هيك الواحد لحاله بس يقعد لحاله بالبيت بطوق. اوف اوف اوف، حسب علمي ما بتسهر غير عند رفيقك كداس، شو عادة ما بدا، ليش اليوم مالك عنده؟ مزبوط كلامك، بس كداس بده ينام على بكير، شنو تعبان كتير من العتالة بالبواكية عند ابو عامين. ايوه خير ان شاء الله خير. يجعلك بخير يا دومري حارتنا، يا أرجل زلمة بكل الحارة. تسلم عمي تسلم. الله يسلمك جواد، صب لنا شاي. صب لنا. خلص الشاي، ما عاد في شاي بالبريق. بسيطة، ساوينا بريق غيره، أنا ما دقيت أطيب من هيك شايات على فكرة. يا حامد أنا بدي ساوي لك شاي. قوم حامد، قوم على السبيل، اغسل الإبريق والكاسات ورجع حطه على النار. قوم. إيه شو عليه؟ أنا بخدمة الأكابر عمي. الأكابر يضرب هو وحكياته. أبو جواد مالك ملاقي؟ قعدتوا معنا غريبة، ما في بالعادة يسهر معنا. والله غريبة، أصلاً أنا قعدته كله ما استنضفته. على كلين بكرة رح أقله للمختار. والله ما بتقصر يا أبو جواد، شنو ما حبيت قعدتوا معنا منو، ما في بالعادة. شو انت جنيت؟ ما جنيت ولا شيء، انا مشتاق لك بس. روح هلا، روح الله يوفقك، انت شكلك محشش على اخر. روح. انا محشش منك، كله منك يا فوزية. مشان الله، مشان الله يا كباس، مشان الله بوس ايدك. روح. ماني رايح لحتى اشوفك. ايوه شو بدك تشوف فيني؟ بشوفك كلك مثل ما انت. كداس بوس ايديك، بوس ايديك، تروح هلا بوصل ابن عمي. روح. ليش جوزك مو بالبيت؟ لا مو بالبيت، روح بقى روح. لوين راح؟ ما بعرف ما بعرف. انا بدي اياكي تجي على البيت لاني انا مشتاق، فضيت البيت مشاني. ما راح اجي، ما راح اجي، ما راح اجي. لا بدك تجي، بدك تجي ورجلك فوق رقبتي. بوس ايدك يا كداس، انسى اللي صار بيناتنا واتركني عيش مع جوزي. بوس ايدك. يا ريت يا ريت اقدر انسى اللي صار. لازم تنسى يا كداس، لازم تنسى، لازم تنسى. ما عم بقدر، الله العظيم ما عم بقدر.
هذا خلاص هلا روح الله يوفقك كبوس بدها كبوس رجليك روح راي بس بدك توعديني بدك تجي لعندي خلاص خلاص هلا روح انت وبعدين بنشوف شو بصير معنا خلاص روح بوس ايدك هيك بس روح كانوا اتهموه بسرقة البيت مثل ما اتهموا أبوكم ليش أبي مو هو اللي سرق الفران يامو؟ لا يامو ما سرقوا أبوكي كان محتاج للمصاري ووعد الفران أنه يرجع له ياهن على دفعات بس هداك الفران ابن الحرام راح واشتكى على أبوكم للكركون وحبسوه لأبي يامو؟ إيه يامو حبسوه ومات مقهور بالسجن لأنه كان مظلوم وعدلي يامو عدلي ما هو اللي سرق بواكية أبو عامر؟ شو؟ يو. كمان أخي حرامي يامو؟ ولك أنتي لسانك بده قطع سكتي كملي يامو أخي عدلي مو هو اللي سرق بواكية أبو عامر؟ لا يامو عدلي حلف على المصحف إنه ما سرق الغلة تبع بواكية أبو عامر حلف على المصحف يامو؟ إيه ومشان هيك أبو عامر راعى الكركون وسحب الشكوى وطالع أخوكم من السجن لكن ليش انسجن يامو؟ مرزوق جير أبو راتب صاحب القهوة هو اتهمه أنه نزل على البيت وسرق المصاري اتهمه لأخي عدلي؟ ايه اتهمه بس لما لقطوا أخوك عدلي ما لقوا معه شي لأنه ما سرق شي يعني كان نازل على بيته؟ ايه نزل وليش يامو لحتى ينزل على بيته؟ ليش؟ يامو أخوك من سمعة أبوكي ما كان حدا يرضى يشغله وما كان بإيده صنعة معناها نزل يسرق يامو ما هي؟ لا ما سرق أخوكي ما سرق هو كان نيته يسرق بس مشانكم يا أمو والله الفقر ما بيرحم هاي نحن بلا رجال بالبيت وليكك أنت عم تدبرينا يا أمو الله اللي عم يدبرنا شغلي يا دوب يكفي طبخة لليوم لكن كيف عم بتدبرينا أمورنا يا أمو الله ما بينسى حدا لك يا أمو الحمد لله ولاد الحلال كتار المختار ما عم يخلينا نعتاز حدا وأبو عامر عم يبعث لنا المونة الحمد لله على كل شيء عجبا إنه صاير ليل نهار ونهاري ليل زبطة هاي الله يعطيك العافية مساء الخير أهلين أهلين بالمعلم أبو عامر شو عم يساوي هذا هو؟ قال دايخ له معلم شو هي دايخ له؟ تاني مرة ما بدي شوفه هون بنوبة أمرك معلم تصبح على خير انت من اهلهم يا كبير وانت من اهله معلم ابو جواد اسمع مني خلص منه هذا صار تهمي ها انا في فانوس باخر الحاره مطفي ريحة شغله الله يعطيك العافيه Thank you.
نومة أهل الكهف إن شاء الله. بسم الله حولك وحولي، الحمد لله رب العالمين اللي رجع لي اياك سالم غانم يا نور عيوني. الله يسلمك يا رب. شو تقبرني؟ ساوي لك عشا جوعان؟ لا تعملي لي شيء بنوم، تعبان على الاخر، بدي نام. فوت نايف فوت. شو لساتك نايم صياح؟ والله تعبان يا نايف. خير خير، شو صاير معك؟ اخ يا نايف اخ، والله تعبان كثير، بطني عم يوجعني. سلامة قلبك ما قلبك شر، رح روح جيب لك الحكيم وارجع. لا 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 ما في داعي، بس بعد اذنك ساوي لي كاسة ميرمية لبين ما احضر حالي لروح الشغل. انو شغل يا زلمة؟ معقول وانت بهي الحالة؟ إذا ما أنا قدران توقف على رجلك، معقول تروح تشتغل؟ ما بقدر، لازم روح اليوم لأنه الناس عم يستنوني بالحارة بدون حليب. لكان إذا هيك أنت ريح حالك اليوم، أنا رح روح على الحارة بيع الحليبات وارجع لهم. والله ما بدي أعزبك معي يا نايف، يعني ما بيكفيك شغل الأرض والبهايم. لك هذا شغلك صياح. إيه ولو، بس والله أنت عم تتعب كثير لك نايف. أوكل الله يا رجال، رح روح ساوي لك أحلى كاسة ميرامية وروح ضب الطرش وآخذ الحليبات على الحارة، أنت ما تاكل هم بنوب. الله يخليك يا رب، سلم قد إياه. نحن لبعضنا. ايه ما بكفي بدك تجوزني. ايه والله بهالزمانات الاخ ما بسويها معه. رح روح ساوي لك كاسة ميرامية وارجع لهم. يا سلم الديار، الله يخلي لي اياك يا نايف. اخ يا ابو رضوان، ابنك صغير على شغل القهوة، بعدين شو بدي شغله؟ ابني ماله صغير يا ابو راتب، ماله صغير. شيخ عم اقول لك ابنك صغير. دبرنا يا ابو راتب، اشتغل شو ما كان. لك انت ليش ما عم تفهم علي؟ ما جيت ما جيت. خير ابو رضوان، شو في؟ اهلين اهلين. بدنا نشغل هالصبي، كنا عند ابو راتي. شو هالحكي يا ابو رضوان؟ هذا الولد لساته صغير، لازم يكون بالمدرسه. مزبوط كلامك يا كبير، بس البيت ما بيرحم، عندي 5 بنات و4 اولاد صغار وشغلي ما عم يكفي. خليها لله يا ابو عامر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عمي اذا بدك تشغله قديش بالجمع بده يطالي؟ شو ما بيطلع له نعمة من الله، بس مو أقل من مجيدية تساعدني بمصروف البيت. اسمع أبو رضوان، اعتبر الولد عم يشتغل عندي، وأنت كل يوم خميس تجي وبعطيك مجيديتين حلال سلام، منين؟ الله يخليك ويرزقك يا أبو عامر، الله يخليك ويرزقك. بس بشرط. شروط اللي بدك ياه وأنا موافق. هذا الولد بيروح المدرسة، بيتعلم القراية والكتيبة، وشو بيلزمه من كتب وأقلام ودفاتر أنا بتكفل فيهم. الله يوفقك يا أبو عامر. ويوم الخميس هذا بتجي لعند مني يا أبو رضوان، بعطيك مجيديتين مشان أغلاط البيت. منيحين. الله يوفقك ويخليك يا أبو عامر، كتر خيرك. خير الله عمي خير الله، نحن أهل وجير والناس لبعضها. قبل أذان الصبح بشوي ما بلاقي لك يا غير مدنب على الحارة. أيوة. وما عرفت وين كان؟ لا ما عرفت شيء. يروح لك. شبك ليش واقف خلقتي؟ ما قلت لك روح؟ والله يا مظهر بيك بدي اقول لك على شو في شفتها، بس ما بدي اياك تفهمني غلط. خير ان شاء الله، شو شفت؟ والله صعبه يا مظهر بيك، صعبه، ما بعرف كيف تنحكى هاي. ولك احكي ولك دب، شو في؟ اخذكم سيدي اخذكم. شبك اختي ولا؟ شفتها برات الحاره واقفه مع الله يهزه بدنه هذا. صبري صبري سيدي. شو عم تحكي انت؟ وانا ما بقدر كذب عليك ولا اخبي عليك اي شيء، مشان ما تقول ها حامد ما عم يراقب الحاره مثل العالم والناس. وين شفتهم؟ شو عم يساوون؟ سيدي وانا ما كنت معاهم قريب لحتى اعرف شو عم يساووا، بس الهيئه متفقين مع بعضهم. على شو متفقين؟ سلامه معرفتك مظهر بيك، يعني الهيئه حابين بعضهم، عم يطلعوا يشوفوا بعضهم برات الحاره، انت ما بتعرف انه هن عم يتقابلوا مع بعض. شو دخلني انا يهزوا بدنكم؟ عالم بتحبوا بتسقسقوا وعالم بتبتلى. امي شو هذا اللي عم بسمعه عن بنتك؟ شو هالحكي هذا؟ امي شو في خير؟ واقفه مع المضروب صبري.
حالك هدي حالك، هلا بس ترجع اختك بنفهم منها. بدنا نستنى ترجع، شو بدك تقول لها يعني؟ طول بالك يا ابني، تقبرين طول بالك، بركي عم يسالها عن شو. ما في بركي، حامل قال لي شافوا مع بعض عم يحكوا مع بعض. يا ابني يا مظهر طول بالك، هدي حالك هلا بنفهم منها شو القصه. لك يا امي انا عندي صبر لترجع. عم بيقول لي عقلي روحي اللي بالحاره فوق راسه اللي بيت ابو جميل. اوعك اوعك يا مظهر تقبرني، لا تفضحي الله ساتره، بركي لا سمح الله كان في شيء مو تمام بين اختك وهذا صبري. ليش شو المستور وشو اللي مو تمام؟ شو في؟ فهميني امي. تقبرني انت هلا اسمع مني كلمتين، فوت غير ثيابك وروح على شغلك وكانه ما عندك خبر. هيك انت شايفه؟ ايه امي، وهلا بس ترجع اختك انا بحكي معها وبفهم كل شيء. امرك امي امرك. كنت ناطر جيتك يا ابو عامر، ولو ما اجيت كنت رايح لعندك على البواكيه. معناتها يا ريت تاخرت كنت كسبتك عندن مني. لك تكسبك مكه، تعرف انا كمان صعب انه اترك الديوان، بدنا نمشي مصالح الناس. الله يعطيك العافيه يا مختار ويقويك. الله يعافيك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلين وسهلين. شرف. يا الله. ايه يا ابو عامر، حكيتوا شيء بغيابي؟ لسه عم نستناك. يا ابو عامر اللي شو صار معك امبارح بعدين؟ اجتمعت مع الجماعة؟ اجتمعت يا مختار وضليت عندهم حصة من الوقت. ايه وشو صار معكم؟ حكينا بموضوع الذهب وشلون بدنا نهربوا من الكراكون. هلا المهم وصلتوا طريقة كيف بدنا نهربوا؟ لا والله يا مختار، أبو الصلح عرض علينا فكرته وأنا ما عجبتني بالمرة. ايوه دخلك؟ وشو كانت فكرته لأبو الصلح؟ هذا الزلمة عم بيقول لازم ندخل على المخفر ونطلع الذهب بالقوة. ليش هو الكراكون؟ يا لطيف. علي 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 علي. العافية عمي. الله يعافيك. وين الصياح؟ ما لي شايفه عم يبيع الحليب. والله صياح مريض وبطنه عم بيجعه، وفي جماعة موصين على حليب بالحارة، جيت وصلهم اياه. لا 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 لا، معافى ان شاء الله، معافى، ما على قلبه شر. الله يعافي قلبك. الله يطول عمرك. معناتها لابعث معك صانعي مرزوق عشان يدلك على البيت وتعطيهم الحليبات، وبترجع لهون مشان حاسبك وبنكسبك على كاسة شاي. انا بامرك يا ميت. اهلا وسهلا مرزوق. يا مرزوق. ايه معلمي. مرني. الله يرضى عليك، بتروح مع الابضاي لعنا على البيت وبتعطيهم الحليبات، ترجع لهون بسرعه. يا امرك. بريم لشوف. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي علي. هذا الحل مرفوض، شنو رح يصير؟ دمه قتله بعدينك عمي، عناصر الكراكون هني ولاد حارتنا وولاد البلد. لها معك يا أبو جميل، وأنا رفضت هالشي وما قبلت بكلام أبو الصلح بنوب. يا أخي أبو الصلح متعود على القتل والضرب والخناق، لك إيه ما كان يبطل عوايده؟ إيه ولا شو لازم نعمل؟ والله ما بعرف يا أبو جميل، بس اتفقنا نأجلها يومين ثلاثة حتى كل واحد منا يفكر بطريقة ونشوف شو الأنسب. هذا أحسن حل بالوقت الحاضر، لأنه المسألة بدها تفكير، واحد يفكر فيها ويحسبها مزبوط. صحيح. يا جماعة خلونا بالشيء الأهم. شو الأهم يا أبو جميل؟ لازم نأمن طحين للفرن، شنو اليوم الفرن ما اشتغل والناس هايجي لايجي على رضيف خبز مشان تاكله وتطعمي ولادها، ما عم تلاقي. والله مزبوط أبو عامر. شو بنساوي؟ عمي غير ما تحكوا، أنا اليوم قبل طلوع الضو كنت بعد 20 شوار على الطاولة، ومن هون للظهر بيكون طحين صار بالحارة. لك الله يجزيك الخير يا أبو عامر، لك على طول أنت سابقنا فعل الخير. لا يا أبو جميل، ما أنا ابن الحارة، مثل ما لازمكم خبز لازمني خبز. ويا أبو عامر، القمحات اللي بعتتون ما بكفوا الفرن غير خمس أيام، ونحن بحاجة إن نمول الفرن مشان ما ينقطع الخبز. لا تاكل هم مختار، بعد كم يوم جاييني حمل كبير من الحنطرة هبعته على الطاحونة. ايوه دخلك. وكم شوال جايك؟ حركة شي 100 شوال. نعمة من الله، مثل ما حكينا الفرن لازم يضل شغال. معك حق يا مختار. هلا سيدي من هون ليخلصوا 100 شوال رب العالمين الا ما يلاقي لها حل. ايه شو كنتي بدك تقولي لي؟ مطيعة؟ والله يا كاملة كنتي احكي لك عن سيد قلبي وتاج راسي، عن الليلة يلي قضيتها انا وياه. احكي لي احكي لي. شو ليلة يا كاملة؟ شو ليلة؟
تقولي رجعنا عرسان من اول وجديد، مو هيك؟ ان شاء الله بيقبر قلبي، تنذكر وتنعاد الهي ويطعمك اللي طعمني اياه. امين يا رب العالمين. بس مو اليوم، بكره. شن اليوم دور درتي. وليه انت وياها؟ انتوا ما بتبطلوا ولا انتوا عجن؟ شو بدنا نعمل ست فوزيه؟ اي شيء، قوموا اشطفوا ارض ديار. ارض ديار نظيفه وما بدها شطف. بعدين حرام ندلدق هيك مي على الفاضي. ولو كان. قوموا اشطفوا ارض ديار. عادي انت وياها. ارض الديار نظيفه وما بدها شطف. واللي مو عاجبته يعمل همه ويشطفها. بعدين احسن ما تقولي لجاجة كش اضربيها وكسري رجلها. شهيرة خانم، شو صاير لك؟ لسه كل ما بحكي كلمة أنا بتطلعي لي سنجة عرض. لا ترفعي صوتك واحكي مثل العالم والناس. هلا شو حكيت أنا؟ اسكتي وبلع لك مصدي. وبعدين لا تتأمري على ضرائري، لازم أنتوا الثلاثة تتساعدوا بشغل البيت، مو ترمية عليهم. وبعدين أنا ما عندي حدا أحسن من حدا. شآم طيف أحلامي وإشراق أيامي، هي اللحن الذي أطوى تجلت فيه أنغامي بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي، فعدت رشامي يحييني أداوي فيه آلامي. وإن الله غزا قلبي وشوقي زاد.